وبحال اللي جا في التدخل ديال السيد رئيس الحكومه، وهو اننا كذلك تنفتخر ان هذه الحكومه هي اللي تطبق البرنامج ديال الحمايه الاجتماعيه اللي هو تيشكل ثوره اجتماعيه، بل ثوره ملك وشعب جديده بالنسبه لبلادنا. والحمد لله انطلقنا في تعميم الحمايه التغطيه الصحيه، ودابا دزنا المرحله الثانيه ديال الدعم المباشر بحال اللي قال السيد رئيس الحكومه، وهذا في حد ذاته كذلك انجاز كبير، وهذا كذلك تيطلب منا اليقظه باش اننا نتيقنوا بان اللي تيخصو يستافد هو اللي غيستافد، وهذا هو التطور الاساسي. لان المقاربه غيرنا من دعم اللي هو كان عام الى دعم اللي تيمشي للمواطنات والمواطنين والاسر اللي تخصها تستافد من هذا الدعم، زياده على الاصلاحات اللي هي ان هذه الاغلبيه الحكوميه جات بواحد البرنامج مهم، ولكن نهضروا بكل صراحه وهو اننا ما عندناش الحق نفشلوا. حنا الدور ديالنا وهو ننجحوا في تحقيق التغيير الحقيقي اللي بغاو المغاربه اللي صوتوا علينا، وبالتالي حنا ضروري اننا نعملوا باش اننا نطبقوا هذه الامور ونقوموا بالاصلاحات الكبرى، لان الاصلاحات الكبرى هي اساسيه. تكلمنا على الاصلاح ديال الصحه اللي هو انطلق، وكاين الاصلاح ديال التعليم اللي الاخ رئيس الحكومه كذلك وضع فيه تكلم فيه الكثير. انا اللي باغي نقول في هذا المجال وهو ثلاثة ديال النقاط بالنسبة للجانب ديال التعليم. النقطة الأولى وهو أن هذا الإصلاح انطلق، ومدارس الرياضة بينات أنها أعطت نتائج مهمة، وبالتالي اليوم ما يمكنش نعطلوا هذا الإصلاح، ضروري أنه يتحقق على أرض الواقع. ثانيا أنه كذلك عندنا ضرورة أن بالطبع ندافعوا على المدرسة العمومية، هذا هو الهدف ديالنا. والمدرسة العمومية وهو أننا نحققوا الجودة، لأن ما نساوش بأنه اليوم راه عندنا واحد النسبة كبيرة ديال المغاربة، ولاد المغاربة تيمشيو للمدرسة العمومية. أن القطاع الخاص صحيح كاين أكثر في المدن، ولكن من تنشوفوا عموما باقيين ما وصلنا ل 20% ديال الأطفال اللي تيقراو في القطاع الخاص. وبالتالي تنتكلموا مع غالبية المغاربة هما اللي ولادهم في المدارس العمومية، وبالتالي ولادنا وبالتالي ضروري أننا نعملوا جاهدين باش أننا نطوروا الجودة ديال المدرسة العمومية ونقويوا هذه المدرسة العمومية بالنسبة لبلادنا. وبالتالي مصلحة التلاميذ أساسية تكون هي الأساس. علاش؟ لأنه باش نكونوا واضحين، هذا الدعم المباشر اللي غيتعطى الدعم الاجتماعي هذا المشروع الملكي الكبير راه مهم جدا، وتالي غيتعطى 500 درهم لكل اسره على الاقل الفقيره او معوزه. ولكن اللي مهم كذلك زياده على هذا الامر، لان هذا غيساعد باش يحسنوا اطفال يمشيو للمدارس، فتيات تمشي للمدارس، انه يدير لهم الطبيب الى اخره، هذا علاش غيساعد على الامر، ويحسنوا كذلك التغذيه ديال الاطفال الى اخره. هاد الاطفال ديالنا بغيناهم انهم يكون عندهم كذلك مستقبل في المستوى، هذا المستقبل في المستوى راه ضروري من محددات ديال الارتقاء الاجتماعي، اي انه باش ولاد الفقراء ما يكونوش فقراء ضروري من التعليم في المستوى العالي، وضروري من الصحه في المستوى العالي، خصوصا في الارياف والعالم القروي في الجبال. ولذلك انه هذا تيجعل انه هذا الاصلاح ضروري نمشيو فيه، وهذا الاصلاح ما يمكنلوش يكون بدون انخراط. بدون انخراط الاساتذه والمعلمين في هذا الاصلاح الاساسي فعلي. هذا هو حتى بالنسبه للتجربه الاوليه اللي دارت ديال مدارس الرياضه،
الرياده فهي كان خيرات ديال المعلمين والمعلمين اللي تنتكلموا على السن الابتدائي ودار معاه ايميت باش نعرفوا بان هذه النتائج ماشي نتائج ديال الوزاره، هذه نتائج دارتها دوليه باش اننا نتقنوا بان هذه النتائج اللي خرجت فهي نتائج حقيقيه على ارض الواقع. وبالتالي هنا ضروري اننا نعملوا جاهدين على اساس اننا نتجاوزوا طبعا هذه الاشكاليه اللي هي مطروحه. السيد رئيس الحكومه اكد انه بالطبع الحوار مفتوح والحوار هادف مع النقابات الاكثر تمثيليه، وتنأكد بان الاتفاق ما يمكن يكون الا مع النقابات الاكثر تمثيليه، لان احنا خصنا نقويو النقابات ماشي نضعفوا النقابات. وهذا الامر تجعل انه من الضروري ان نصل الى واحد الامر اللي هو مهم من خلال اللجنه اللي دار السيد رئيس الحكومه، والسيد رئيس الحكومه اللي غيشرف في ذلك، وعندنا الثقه كامله في السيد رئيس الحكومه باش اننا نوصل للحلول، انه في هذا المجال من ضروري ان نتجاوز بالطبع هذه الاشكاليه، وان نستحضر مصلحه بلادنا ومصلحه المدرسه العموميه ومصلحه التلاميذ، وان نعمل جميعا من اجل في هذا الاطار اللي هو خص يكون حوار مسؤول. وكنرجع لهذا النقطه، حوار مسؤول، لان عاوتاني يمكنش باب السماء ماشي مفتوحه. حنا اليوم تنشوفوا اللي هو ممكن، لان راه الحكومه راه هي تخصها ضبط التشغيل من خلال الاستثمارات العموميه الكبرى، تخصها تقوم بالدعم المباشر اللي هو تخص كذلك التامين ديال الحمايه الاجتماعيه، وبالتالي فالهدف الاساسي وهو ان نصل الى المبتغى في هذا الاطار. وبغيت كذلك نقول بان هذا بالطبع هذا يطلب منا اننا نشتغلوا كفريق واحد على الصعيد الحكومي وعلى صعيد الاحزاب ديال الاغلبيه ومع النواب البرلمانيين المستشارين البرلمانيين اللي خصهم كذلك يلعبوا دور كذلك في اولا نوصلوا الرساله ما تحقق، لان كاين مكتسبات مهمه وكاين امور اللي تخصها تحسن باش يمكننا نطوروا، وتخص كذلك مقاربه شموليه اي تدابير مواكبه اللي غتساعد على الوصول الى هذا الحل. ولكن سيد رئيس الحكومه ضروري كذلك اننا وراه تكلمنا في هذا الموضوع في اطار الاغلبيه، اننا من ضروري ان نعمل كذلك من اجل تطوير وتحسين ظروف العيش ديال الطبقه الوسطى. والطبقه الوسطى اساسيه لانه هو الاساس ديال 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 البلاد باش تكون التنميه الحقيقيه، وانه هذا الامر خصنا ننطلقوا فيه في اطار الحوار الاجتماعي. ومعلوم الاساتذه المعلمين راهما غيستافدوا كذلك من هذا الاطار، وسيد رئيس الحكومه فهو في اطار الحوار الاجتماعي اكد بان الحوار الاجتماعي غينطلق ان شاء الله على هذا الموضوع ابتداء من السنه المقبله، باش 2025 2026 تكون التدابير لازمه من بين بالطبع مراجعه الضريبه على الدخل بحال اللي دارت مراجعه الضريبه على القيمه المضافه والضريبه على الشركات في اطار الاستراتيجيه ديال الاصلاح الجبائي، ان الضريبه على القيمه ان الضريبه على الدخل ان كذلك يتم تقليص الضغط الجبائي على الطبقه المتوسطه باش كل واحد كذلك يستفد من هذا العمل الحكومي اللي هو مهم جدا في هذا الاطار. واخيرا بغيت كذلك السيد رئيس الحكومه والساده البرلمانيات والسيدات البرلمانيات والساده البرلمانيين، بغيت كذلك نقول بانه احنا كذلك تنعتبروا بان الدور اللي تيلعبوا البرلمانيين ديال الاغلبيه دور اساسي، وانهم كذلك تساعدنا في تسريع وتيره التشريع، واننا كذلك خصنا نفتحوا كذلك فضاء باش ان هاد البرلمانيات وهاد البرلمانيين يدعموا العمل الحكومي، انهم كذلك نساعدهم باش انهم يقوموا بالتعديلات اللازمه، وبالتالي يكون واحد حوار قبلي مع الوزراء المعنيين بهذه المشاريع القوانين مع الاغلبيه الحكوميه بحال اللي تيدار بالنسبه للقانون الماليه، مشروع قانون الماليه، باش انه يكون كذلك قيمه مضافه وتكون مساهمه في التشريع ديال البرلمانيين ديال الاغلبيه زياده على المقترحات القوانين. اللي بغيت نقول هو انه وقع واحد التطور مهم في هذا الاطار، وحنا خصنا وحنا كاين اراده قويه ديال الحكومه اننا نزيدوا اكثر باش انه
المقترحة القوانين تلقى كذلك صدى إيجابي وكذلك تكون المصادقة عليها من طرف الحكومة. وأخيرا بغيت نختم بالكلمة اللي بديت بها، قوتنا في وحدتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.